السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يسرى. هاد لا فيديو هادي غادي نجاوب على واحد الطلب ديال شي شخص طلب مني انني نخدم معاه بعض التمارين ديال المحيط في الرياضيات ديال الرياضيات. هذا باين غيكون ما هو الا فرد منزلي عنده. ولا غادي نخدم مع الجميع بطبيعه الحال. 9 و 3 اعدادي انتما كنتو طلبتو مني نبقى نخدم معاكم غير فرنسيه، داكشي علاش انا ما كنتش كنخدم معاكم الرياضيات. مي لا كنتو باغيين حتى الرياضيات غادي نخدم معاكم الرياضيات، ولكن انا كنت وعدتكم انني غادي نصايب معاكم جهوي ديال في الرياضيات وحتى في الفيزياء. الا كنتو باغينو حطوا داكشي تحت في الكومونتير، واللي غيطلع عليا عليه الكومونتير بزاف هو اللي غادي نخدمو في الاول واللي غنسبقو في الاول. انا غادي نخدم تمرين. قبل ما نبدا غادي تكليكيو على جيم، كليك على ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. انا تمرين 33 صفحه 147 كتاب المدرسي هو المحيط في الرياضيات، راه كلشي كيعرفو اما هو عندكم. هذا هو دونك انا غنخدمو معكم وغادي تاخدو فكره كيفاش غادي تتعاملوا مع تمرين ديال معلمة نقطة في المستوى. الوغ مهم نبدا. هنا السؤال هو قالك نعتبر نقطتين أ الإحداثيات ديالها الأفصول هو ناقص واحد والأرتب هو 3، والنقطة ب الأفصول ديالها هو 5 والأرتب هو ناقص واحد. السؤال الأول، حدد إحداثيتي النقطة سي منتصف القطعة أ بي. إذن خصكم تكونوا عارفين القواعد. دونك نتوما طلبتوا مني التمرين غنخدم معاكم التمرين، ما نخدمش معاكم الدرس. الا كنتوا باغيين الدرس غنشرح لكم بطبيعه الحال. مهم على بركه الله، اول حاجه كترسموا المعلم. باش تنشؤوا اي نقطه خصكم ضروري تنشؤوا المعلم، هذا كنسميوه المعلم. كتكتبوا هذا الجهه الموجبه في الافاصيل وهذه الجهه الموجبه في الاراتيب. هنا هذه الجهه السالبه في الافاصيل وهذه الجهه السالبه في الاراتيب. هذا محور الافاصيل وهذا هو محور الاراتيب. دائما محور الافاصيل كتكون المعادله ديالو هو اي كتساوي 0، ومحور محور الافاصيل المعادله ديالو هي اي كتساوي 0، ومحور الاراتيب المعادله ديالو كتكون هي اكس كتساوي 0 العكس. دونك غنبداو. دونك هنايا الوحده هي او اي، هذه كنسميو الوحده في محور الافاصيل هي او اي، والوحده في محور الاراتيب هي او جي. هما كيعطيكم القياس ديالها بخطر ما كيعطيكمش، كنتوما كترسموا القياس اللي بغيتو هي اللي كتمشيو كتقسموا بها المعلم. دونك شنو قالوا لي؟ اول حاجه غادي عطوني النقط. عطاني النقطه ا ناقص 1 3، وعطاني النقطه ب 5 ناقص 1. لا هنا ما طالبينش مني انا ننشئها، مي انا غادي ننشئها لكم باش نوريكم كيفاش ننشئ نقطه وكيفاش نحل التمرين بالانشاء، واخا هما ما طالبينش مني هذا الشيء هذا. دونك انا غادي نحل لكم التمرين، غنوريكم طريقه لحل التمرين، وكذلك غنوريكم ترسموا الشكل نقطه في المعلم، واخا ما مطلوبش منكم. فهمتوا؟ يعني ماشي ضروري انكم ترسموا المعلم، مي غير باش تفهموا. دابا هذا قلت لكم هو الافصول ديال النقطه ا، هي ناقص 1. اذا قلت لكم الافاصيل هما هادو، ها ناقص 1 والارتب ديالها هو 3. ها الارتب، هادو هما الارتب، ها 3. دونك غتلاقيو ناقص 1 مع 3. دونك هادي هنا غادي تكون نقطه ا ناقص 1 الارتب والافصول هو 3. ناقص 1 هو الافصول والارتب هو 3. نقطه ب الافصول ديالها هو 5، ها هو، والارتب ديالها هو ناقص 1 الارتب هو هذا. داكو مهم، هذا هو ب افصول عندها 5 والارتب هو ناقص 1. دونك اهم حاجه خصكم تعرفوا ضروري تنشؤوا نقطه على الاقل، ومن بعد ملي كتعرفوا تنشؤوا نقطه كتعلموا ترسموا وتنشؤوا مستقيم، تنشؤوا نصف منتصف قطعه وكذلك وانتم غاديين. دونك هادو هما القواعد اللي عندكم. السؤال الاول، حدد احداثيتي نقطه سي منتصف القطعه ا بي. ملي يقول لكم حدد الاحداثيات ديال المنتصف اش كديروا؟ كتكتبوا ديك النقطه. المهم انا كندير هكا اكس سي و ايغريك سي. شنو هي اكس سي وشنو هي ايغريك سي؟ اكس سي هو الافصول ديالها، ايغريك سي هو الارتب ديالها. اذا
هاد النقطة غادي تكون هي النص ديال أبي. دابا هادي هي القطعة أبي، سي غتكون المنتصف ديال هاد القطعة. إذا كانت سي هي المنتصف ديال القطعة يعني غتجي في النص بيناتهم بجوج. إذا كيفاش غنحدد الأفصول ديالها؟ إكس سي هو الأفصول ديال أ زائد الأفصول ديال بي على زوج، هي الأفصول ديال أ إكس أ زائد إكس بي على زوج. والأرتوب ديالها هو الأرتوب ديال أ زائد الأرتوب ديال بي على زوج، هي إكراك أ زائد إكراك بي على زوج. هذه هي إكس أ عندي هي ناقص واحد، إكراك إكس بي باردون هي خمسة على زوج، ناقص واحد زائد خمسة هي أربعة على جوج هي جوج. و إكراك أ هي ثلاثة زائد إكراك بي هي ناقص واحد على زوج، ثلاثة ناقص واحد هي جوج على جوج هي واحد. وبالتالي الإحداثيات ديال هاد النقطة هذه هي الأفصول هو جوج والأرتب هو واحد. كذلك هانتوما غتشوفوا غير في الشكل غيخرج لكم صحيح، داكشي غتخرج السي هي جوج واحد. دونك أنا غنرسم السي وغنوريكم كيفاش غتجي. دونك أنا رسمتو، هاهي هادي هي المستقيم أبي، ها القطعة أبي، ها أ وها بي. السي خصها تجي في المنتصف، ها هي جوج أفصل جوج أرتب واحد، هنا كيتلاقاو في هاد البلاصة هادي. غنشوفو واش بصح منتصف، كنعبرو ببيركار ولا سوا ببيركار سوا بالمسطرة. كتعبرو هاد المسافة هادي لي هنا، كتشوفو واش قدا قدا هاد المسافة. هانتوما كتشوفو مغيرش الفتحة ديال البيركار، ها بقات هي هي. إذا نفس هاد المسافة قدا قد هاد المسافة، إذا فعلا السي هي منتصف ديال الأبي، وكيجي داكشي مضبوط في الرسم، يعني ان الجواب ديالكم صحيح. دونك انا رسمت لكم غير باش تولفوا بالرسم وما يجيكمش صعيب، لان كتجاوبوا على الاسئله ديال الجبر وفي الهندسه كتبقاو تخليهم. دونك انتبهوا. السؤال الثاني، حدد احداثيتي النقطه دي بحيث، السؤال الثاني هو نحدد الاحداثيات ديال النقطه دي بحيث ا دي زائد 3 ا سي كتساوي ا بي. ا دي زائد ثلاثة ا سي كتساوي ا بي. السؤال هو لنحدد احداثيتي نقطة دي بحيث هذا الشيء هذا مهم. كيفاش انا كندير؟ غندير ا دي، هذه هي المتجهة ا دي، كندير هي اكس دي ناقص إكس أ الأفصل ديالها، والأفصل ديالها الأرتب ديالها هو إكراك دي ناقص إكراك أ. دايما كديرو هادي ناقص هادي ياك، زائد تلاتة أ سي، كدير تلاتة وكتفتح قوس، إكس سي ناقص إكس أ ست القوس، وهنا تلاتة عامل إكراك سي ناقص إكراك أ تساوي هادي ا بي هي اكس بي ناقص اكس ا، وهنا اكراك بي ناقص اكراك ا. دونك اكس مع اكس واكراك مع اكراك. شنو كندير؟ غنعوض انا شنو اللي ما عنديش، علاش كنقلب؟ كنقلب على دي. اش كندير؟ نضع دي هي اكس دي اكراك دي، هي اللي مجهوله ما معروفاش. دونك غنخليوها هكاك وغنحلو هاد المعادلتين هادو بجوج، غتخرج لنا اكس دي واكس اكراك دي. اكس دي ما عندناش، اكس ا كاينه. اكس ا شحال هي؟ هي الافصول ديالها هو ناقص واحد. اكس دي ناقص اكس ا ناقص واحد زائد ثلاثة. نتمنى يكون كيبان لكم هادشي اللي كنخدم. ثلاثة عامل اكس سي، شحال هي اكس سي؟ اكس خرجنا هي جوج، ناقص اكس ا هي ناقص واحد ست القوس، تساوي اكراك بي باردون اكس بي هي خمسة ناقص اكس ا هي ناقص واحد، لان اكس ا عدد سالب. دابا ندوزو اكراك دي، دابا غير كنعوض ما حسبت ما والو. ناقص اكراك ا هي ثلاثة زائد ثلاثة عامل، كنفتح قوس، اكراك سي هي واحد ناقص اكراك ا هي ثلاثة، تساوي إكراك بي هي ناقص واحد ناقص إكراك أ هي ثلاثة. هنا دوزت مرحلة أخرى كندير، يعني أن
النيفو ديالكم يلا كتكتبوا ديك يعني ان ضروري هاد الروابط هادو في الرياضيات راه كيتخدو بعين الاعتبار، اكس دي ناقص ناقص واحد هي زائد واحد زائد ثلاثة حل قوس، حيت هنا عندي قوس، جوج ناقص ناقص واحد هي جوج زائد واحد هي ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة دونك هنا المهم غادي تجيني ثلاثة في ثلاثة، شتي شنو ندير غنحسبها نيشان، هنايا غادي تجي ثلاثة في ثلاثة هي تسعود، دونك هادي تسعود تساوي خمسة ناقص ناقص واحد هي خمسة زائد واحد هي ستة، إيكغيك دي هي باردون ماشي تساوي هنا ناقص ثلاثة زائد واحد ناقص ثلاثة هي ناقص جوج في ثلاثة هي ناقص ستة تساوي ناقص واحد ناقص ثلاثة هي ناقص أربعة، نكمل هنا واحد زائد تسعود هي عشرة، غتردوها للجهة الأخرى غتردوها للجهة الأخرى، إذا إكس دي هي ستة ناقص عشرة، إيكغيك دي هي هنا ناقص ثلاثة ناقص ستة هي ناقص تسعة، ترجع للجهة الأخرى تولي زائد تسعة ناقص ربعة زائد تسعة، إذا هنا غادي تجينا ستة ناقص عشرة هي ناقص أربعة وناقص ربعة زائد تسعة هي خمسة، إذا النقطة دي الأفصول ديالها هو ناقص أربعة والأرتب ديالها هو خمسة، داكوغ. ندوزو آخر سؤال، قالك هنا نعتبر النقطة F، ثالثا نعتبر النقطة F ذات الأفصول ناقص أربعة خمسة، لاحظوا معايا د هي ناقص أربعة خمسة والسؤال لا تعطيكم اف هي ناقص أربعة خمسة، علاش نفس النقطة خافوكم انكم مثلا تغلطوا في هذا السؤال الثاني وما غتخرجوش، وبالتالي هما عطاكم هذه النقطة باش تخرجوا داك الشيء صحيح، فهمتوا؟ ولكن اللي خرج السؤال صحيح راه غادي مزيان، اللي خرج مثلا هذا السؤال الثاني غلط واخا غيخرجوا غلط السؤال الثالث يقدر يكمل به، حقاش الا كان مثلا ما عطاونيش هاد اف هادي ما عطاوها ليش وقالوا لي خرج مثلا دي وخرجتها وقالوا لي وبين ان النقط ا و بي و دي، هما اللي غيقول لكم غيقول لكمش اف ديك الساعتين، فهمتوا؟ نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره اللي قلت لكم دابا، دونك السؤال هو قال لك عطاوكم دابا النقطه اف هي ناقص 4 5، هذا كيبين على ان السؤال جوج اللي صايبت معكم صحيح، بين ان النقط ا و بي و اف نقط مستقيميه، لنبين ان النقط ا و بي و اف مستقيميه، شوفوا المهم ينفع نقول لكم مستقيميه يعني خصكم تلقاو واحد العلاقه بين هاد النقط بثلاثه، كيفاش علاقه؟ يعني ان المتجهه ا بي كتساوي واحد العدد ك في المتجهه ا اف، هذه هي دونك في الشكل غادي يجيكم نقط مستقيميه، غادي نرسم لكم وغادي تاكدوا فعلا ان هادشي اللي درنا صحيح، دونك عندنا النقطه اف شحال الافصول ديالها ناقص 4، ها الافصول ناقص 4 وشحال الارتب هو 5، دونك غنرسمو وغنوريكم وغنبينوا فعلا غنلقاو ان النقط بي و ا و اف نقط مستقيميه، انتما كتشوفوا انا رسمت اف الافصول ديالها هو ناقص 4 والارتب هو 5، ملي رسمت ديك النقطه جمعت بي و ا وكملت المستقيم لقيتو كيدوز حتى هو من اف، اذا فعلا ان النقط اف و ا و بي مستقيميه، يعني كينتمي مستقيميه بمعنى كينتميو لنفس المستقيم، هذا هو المعنى ديال المستقيميه، اذا حنا خصنا نلقاو الا قدرنا نحلو هاد العلاقه الا قدرنا نعرفو هاد ك شحال كيساوي، اذا نقدر من هاد العلاقه نقول انهم نقط مستقيميه، اذا شنو كنقول عندي ا بي المتجهه ا بي خلينا نحسبوها هي اكس بي ناقص اكس ا ايغريك بي ناقص ايغريك ا، ياك اذا ا بي اكس بي هي 5 ناقص اكس ا هي ناقص ناقص واحد هي زائد واحد كتولي ايغريك بي هي ناقص واحد ناقص إيكغيك أ هي ثلاثة، إذن أ بي هي ستة ناقص أربعة، متفقين؟ دابا نشوفو أ إف، أ إف هي إكس إف ناقص إكس أ
إيغريك إف ناقص إيغريك أ. إذن أ إف بنفس الطريقة، أ إف إكس إف شحال هي؟ هي ناقص ربعة ناقص إكس أ، هي ناقص ناقص واحد هي زائد واحد. إيغريك إف هي خمسة ناقص إيغريك أ هي ثلاثة. إذن أ إف غادي تخرج لنا هي ناقص ربعة زائد واحد هي ناقص ثلاثة، وخمسة ناقص ثلاثة هي جوج. إذن حنا شنو غنديرو؟ غنشوف واش كاين شي علاقة ما بين أ بي و أ إف، يعني واش كاين شي عدد نضربو في أ بي ويعطيني أ إف، أولا نضرب شي عدد في أ إف ويعطيني أ بي. دونك لاحظوا معايا، إلا شدينا جوج وضربناها في أ إف، ماشي غتولي هي جوج في ناقص ثلاثة، جوج في جوج. دونك ضربت مثلا جوج في أ إف، غنضرب جوج هنا وهنا، إذن غتولي جوج أ إف. شنو هي جوج أ إف؟ هي ناقص ستة أربعة، ماشي هي هادي، هي أ بي. إذن بينت على أن أ بي فعلا عندها علاقة بأ إف، كتساوي جوج أ إف، يعني الدوبل ديال أ إف، يعني أن يعني المتجهة أ بي هي الدوبل ديال المتجهة أ إف في المسافة. إذن يعني أنه ومنه فإن خاصة يمشي داكشي بترتيب، منه فإن النقط أ و بي و إف نقط مستقيمية. ضروري تكتبو هاد الجملة في الأخير. دونك حنا سالينا التمرين 33، دوزو التمرين الآخر. السؤال 14 كيقولكم حدد الصفحة 158 باش تبعو معايا في الكتاب. حدد دالة تآلفية جي، حيث أن جي لخمسة، يعني الصورة ديال خمسة بالدالة جي كيساوي ناقص 11 على 7، وتمثيلها المبياني يمر من النقطة أو الإحداد ديالها هو 7 ناقص 1. إذن إن فوا تشوفو دالة تآلفية كتشوفوها كتبو على هاد الشكل، ناضع كتكتبو ناضع نيشان جي لإكس كتساوي أ إكس زائد بي، هادي دالة تآلفية داكوغ. إذن الصورة ديال خمسة بالدالة جي هي ناقص 11 على 7، وقالوا لنا أن التمثيل المبياني ديالها كيدوز من أو. بما أن أو ينتمي للتمثيل المبياني، يعني كدوز منه ديك الدالة، الدالة جي. إذن جي ديال سبعة، الصورة ديال سبعة بالدالة جي غادي تكون هي ناقص واحد. دونك ملي كيكونوا عندكم هاد جوج معطيات، هادو جوج ديال الصوابق عندهم جوج تصاور ديالهم بجوج، ممكن انكم كتحددوا ديك الساعة هاد الدالة هادي. كيفاش؟ هذا كنسميوه الميل او المعامل الموجه للدالة، وهذا كنسميوه الارتب عند الاصل. اذا هاد المعامل الموجه للدالة كيفاش كنحسبوه؟ القاعدة شنو كتقول؟ جي لإكس واحد، جي لإكس واحد ناقص جي لإكس جوج على إكس واحد ناقص إكس جوج. شحال شنو هي مثلا جي لإكس واحد ناقص جي لإكس جوج؟ جي لإكس واحد هي مثلا جي لخمسة ناقص جي لسبعة، اللي بغيتو الصغير كبير، على إكس واحد ناقص إكس جوج، يعني على خمسة ناقص سبعة، هادو لي تما. جي لخمسة شحال كتساوي؟ مصايبة شجرة مصايبة تحت منها. جي لخمسة هي ناقص 11 على 7، جي لخمسة هي ناقص 11 على 7 ناقص جي لسبعة هي ناقص واحد، على خمسة ناقص سبعة هي ناقص جوج. ونحسب ونتابعو توحيد المقام، ناقص 11 على 7 ناقص ناقص واحد هي زائد واحد، غنوحد المقام. دونك غنضرب هنايا واحد، هي واحد على واحد، غنضرب هنا في 7 وهنا في 7. إذن غادي تجيني ناقص المقام موحد في البسط هو 7، ناقص 11 زائد 7 هي ناقص 4 على ناقص 2، وبالتالي فإن أ كتساوي ناقص 4 على 7 مضروبة في يعني ملي كيكون كسر مقسوم على كسر آخر. دونك واخا أنا كيبان لكم هذا ماشي كسر، راه ناقص 2 هي ناقص 2 على 1، كسر على كسر راه هو الكسر الفوقاني يعني في مقلوب الكسر اللي تحت منه، في واحد على ناقص جوج. ناقص ربعة في واحد هي ناقص ربعة، سبعة في ناقص جوج هي ناقص 14، كنختازلو داكشي اللي ممكن تختازل. إذن أ هي ناقص مع ناقص كتمشي كتبقى جوج على 7.
دونك هذا هو المعامل الموجه ديال الدالة التألفية. إذا جي دي إكس كتساوي جوج على سبعة إكس زائد بي. دابا بقى لينا نخرجو هاد الأرتب عند الأصل. الأرتب عند الأصل أسهل ما يكون، كتاخدو نقطة تنتمي وكتعوضو بها، بمعنى هذا هو إكس وهذا هو إيكغيك. كتقولو كتنتمي التمثيل المبياني ديال جي، إذا غندير أنا جي ديال سبعة، جي دي إكس هي جي ديال سبعة كيساوي جوج على سبعة إكس، باش عوضتو بسبعة، إذا حتى هنا إكس غنعوضو بسبعة زائد بي. شحال كيساوي جي ديال سبعة؟ ناقص واحد. وكنحل هاد المعادلة، ملي كتحلو هاد المعادلة كتخرجو بي. دونك سبعة مع سبعة مشات، بقات لك جوج زائد بي كتساوي ناقص واحد، إذا بي كتساوي ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص ثلاثة، ياك. وبالتالي فإن جي دي إكس خرجنا أ هي جوج على سبعة إكس، وبي هي ناقص ثلاثة، وهذا هو التمثيل، هذا هو باردون المعادلة التألفية ديال جي لي إكس. هذه هي الدالة التألفية لجي لي إكس، دونك حنا حددناها. السؤال بي أو باء، حدد الدالة التألفية أش تمثيلها المبياني يمر من النقطتين أ و بي. دونك هنا حتى في الامتحان الجهوي سواء غيعطيوكم جوج نقاط عندهم الاحداثيات ديالهم كيقولك حدد الداله التالفيه، دونك انا غنوريكم الطريقه وغادي تحت لكم. سواء كيعطيك بحال هذا الشكل، كيعطيك الصوره ديال النقطه بداله، يعني كيعطيك سابق وصوره، سابق وصوره، نتوما كتحددوا. سواء كيعطيك سابق وصوره ونقطه تنتمي بحال هذه الحاله اللي خرجت معاكم، دونك عقلوا عليها وراه هكا غيتحط لكم حتى في الامتحان الجهوي ان شاء الله. اول حاجه كتوضعوا النقط اللي كينتميو ديك الداله التالفيه، ياك عندكم داله تالفيه كتوضعوا ديك النقط. قلت لكم انا غير فتشوفوا داله تالفيه شنو سميتها، سميتها اش، كتكتبوا اش لي اكس كتساوي ا لي اكس زائد بي، هكا دائما. اول حاجه شنو ملي كتكتبوا هذا الشيء، هذا المعطيات قبلتكم، كتحطوا هذا كنسميوه قلت لكم المعامل الموجه، هذا الارتب عند الاصل. كنحط داك المعامل الموجه كنقلب عليه، قلت لكم باش نحدد انا هذاك المعامل الموجه سواء كيكون عندي جوج نقط، او كيكون عندي سابق وصوره مع نقطه تنتمي، او كيكون عندي جوج ديال السوابق وصور ديالهم بديك الداله. دونك انا عندي غير جوج نقط والاحداثيات ديالهم، شنو كندير؟ كندير اي بي ناقص اي ا على اكس بي ناقص اكس ا، داكوغ؟ y ب او لا y ا ناقص y ب على x. المهم الا درتو y ا وهنا درتو y ب، حتى هنا خصكم ديروا x ا وديروا x ب، يعني تمشيو بالترتيب. الا قلبتو راه كلشي كيمشي لكم غلط. y ب هي شحال؟ هي واحد ناقص y ا هي جوج، y هي هذه و x هي هذه، على x ب هي ناقص ثلاثة ناقص x ا هي ناقص واحد، يعني ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، ناقص ثلاثة ناقص ناقص واحد هي ناقص ثلاثة زائد واحد هي ناقص جوج، إذا هي واحد على جوج. وبالتالي فإن أش لي إكس كتساوي واحد على جوج إكس زائد بي. ودابا خرجنا أ، بقى لنا الأرتب عند الأصل. قلت لكم الأرتب عند الأصل كتخرجوه بنقطة تنتمي، بما أن أ تنتمي للتمثيل المبياني كتكتبو بما ان النقطه اللي عجبتكم سواء ا سواء بي بجوج بهم كينتميو، بما ان النقطه دونك انا ناخذ ا، نقطه ا تنتمي للتمثيل المبياني للداله اش لي اكس، فان ماذا؟ انها تحقق معادله التالفيه، فان احداثيتها تحقق المعادله التالفيه. كديروا اش لي مثلا اش لي اكس، يعني اكس كتعوضوها بالاكس ديال ا هي ناقص واحد كتساوي واحد على جوج في ناقص واحد في اكس ا زائد بي. شحال هاد اش لي اكس راه هي ايكغيك، شحال غتساوي؟ غتساوي لي جوج. وكتحلوا المعادله، واحد على جوج ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج زائد بي تساوي جوج، اذا بي كتساوي جوج زائد واحد على جوج، وكتوحدوا المقام. هذه راه جوج على واحد، دونك هنا نضرب جوج هنا بجوج، غادي تجيني ربعة على جوج زائد واحد على جوج هي خمسة على جوج.
وبالتالي فإن الثلاثة اللي فيها اش لي اكس كتساوي 1 على 2 اكس زائد 5 على 2. داكوغ، دونك هذه هي الدالة التلافية. ندوزو للتمرين. دونك انا كنزرب في الشرح، الا جاكم الشرح ديالي مجروب نتوما كتبوا في الكومونتير لتحت باش ندير معاكم غير بشويه، ولكن راه الفيديو غادي طوال ديك الساعتين، دونك انا كنزرب على حسب الفيديو باش ما نطولكمش فيها بزاف. المهم الفكره هي هذه، راني كنعطيكم الافكار كوندونسي. الوغ هنايا السؤال، تمرين 30 اخر تمرين عندنا. انشئ نقطتين ا 5 4 و ب ناقص 3 2. اول حاجه هو الانشاء. دونك انا وريتكم كيفاش كتنشؤوا. اول حاجه قلت لكم كترسموا معلم ويكون متعامد منظم، داكشي الشيء كله كتقسموه الى وحدات. هما ما طالبينش منكم القياس، دونك نتوما قسموه 1 سنتيم 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 في كل وحده. او اي هي 1 سنتيم، او جي 1 سنتيم، ومن بعد كتبوا الارقام 1 2 3 4 5 6. داك الجهه الموجبه هي هذه ديال الافاصيل، والجهه السالبه ديال الافاصيل ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7. والاراتيب هما هادو، هادو هما الافاصيل اكس. هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، وهنا 1 2 3 4 5 6. انتما طالعين قلت لكم محور الافاصيل المعادله ديالو هي y كتساوي 0، ومحور الاراتيب المعادله ديالو هي x كتساوي 0. اذا باش ننشئ انا نقطتين، ما كاينش مثل انكم تنشئوا نقطتين. عندكم ا الافصول ديالها هو 5 والارتب ديالها هو 4، ها الافاصيل ها 5 والافصول والارتب هو 4، كتلاقيو 5 مع 4 كتعطيكم النقطة أ. شتو سهل، ها 5 ها 4 كنلاقيهم كيعطوني النقطة. عندي مثلا بي طالبين مني كذلك، بي هي ناقص 3 2. نقلب الافصول شحال هو، ناقص 3 هو هذا، والارتب هو 2، غنلاقي ناقص 3 مع 2 وغتعطيني النقطة بي. داكوغ، يقدر تحط لكم هذا الانشاء في الامتحان الجهوي، وغادي تكونوا كتحط عليه نص نقطه نقطه، يعني ما تضيعوهاش من بين يديكم. نقطه على نقطه كيحمل الواد. ب حدد المعادله المختصره للمستقيم ا بي. قالك حدد المعادله المختصره، كتضل ليا اليدي بين مختصره للمستقيم ا بي. كيفاش نحدد المعادله المختصره للمستقيم ا بي؟ اول حاجه كنوضع ديك ا بي كمستقيم، كندير جوج نقط، كندير y كنكتب ام اكس زائد بي، ولا اي اكس زائد بي اللي يعجبكم. هذا قلت لكم كنسميوه بالنسبه للمعادله المستقيم في المستوى، كنسميه هذا الميل، وهذا كنسميه الارتوب عند اصل الاراتيب. الارتوب عند اصل، عندي عند اصل الافاصيل، الارتوب عند الاصل. اذا شنو غندير؟ كيفاش نخرج ام؟ ام هي قلت لكم هو الميل. كيفاش كنحددو؟ كنحددو بهالنقطتين هادو بجوج. كندير اي ا ناقص اي بي على اكس ا ناقص اكس بي، بحال اللي درنا قبيله في التمرين اللي قبل بالنسبه للداله التالفيه. عندكم بحال الداله التالفيه، بحال الداله، بحال معادله المستقيم في المستوى، كيف كيف. الوغ اي ا هي شحال؟ كريك ا هي 4 ياك، ناقص ايكغ بي هي 2 على اكس ا هي 5 ناقص اكس بي هي ناقص 3. ناقص، شوفوا ملي كتكون ناقص مع ناقص كترجع زائد، كنتو كتخافوا ديروا بين قوسين وبلاتي عليكم. 4 ناقص 2 هي 2، 5 ناقص ناقص 3 هي 5 زائد 3 هي 8. غنختزل غتجيني هي 1 على 4. دونك انا ملي كنخرج الميل كنعوض به مباشره في المعادله، كنرجع نكتب ديك المعادله، كندير y كتساوي هي 1 على 4 اكس زائد بي. داكو، وكنقلب على بي. بي قلت لكم كتقلبوا عليها بنقطه تنتمي، كتقولوا ا تنتمي الى ا بي، كتنتمي المستقيم ا بي، اذا كتحقق المعادله ديالو. غندير هي y ا كتساوي 1 على 4 اكس ا زائد بي. y ا شحال هي؟ شحال هي y ا؟ هي 4 كتساوي 1 على 4 x ا هي 5 زائد b.
داكوغ، وكنحلو هاد المعادلة كتخرجو بي. واحد على ربعة في خمسة هي خمسة على ربعة، زائد بي كتساوي ربعة. إذا بي نرد الأرقام في جهة والمجاهيل في جهة، هي ربعة ناقص خمسة على ربعة، كنوحد المقام، هنا غنضرب في ربعة وهنا في ربعة. إذا غادي تجيني بي كتساوي مقام واحد هو ربعة، ربعة في ربعة ستاش ناقص خمسة هي حداش، هي حداش. إذا المعادلة المختصرة ديال أبي هي أبي يجري كتساوي واحد على ربعة إكس زائد حداش على ربعة. هذه هي المعادلة المختصرة للمستقيم أبي. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة باش خرجتوا بهذه الطريقة، غادي ديروا نتوما في الامتحان، وغادي تحط لكم هذا السؤال، وكونوا على يقين في الجهاوي. السؤال الثاني، حدد المعادلة المختصرة للمماس في النقطة أ للدائرة التي أحد أقطارها هو القطعة أبي. الفكره اللي غنوصل لكم من هذا السؤال هذا، واللي هو مهم جدا جدا جدا، مثلا هنا هذه هي الدائره عندي، ياك هذه هي الدائره، ولا سيميو انني نرسمها لكم في الشكل سيميو، غنرسم لكم دائره اللي القطر ديالها هو ابي، يعني غنرسم ابي ونرسم الدائره وغتشوفوا كيف غتجي. ها انتما كتشوفوا رسمت القطعه وقلبت على المنتصف، علاش؟ باش نرسم الدائره اللي غيكون القطر ديالها هو ابي. دونك هذه هي الدائره ديال القطر ديالها هو ابي. شنو مطلوب في السؤال؟ حدد المعادله المختصره للمماس، يعني المستقيم اللي كيمس الدائره في النقطه ا، في نقطه ا غيكون المماس في النقطه ا للدائره التي احد اقطارها هو ابي. هانتوما كتشوفوا هذا هو المستقيم المماس للدائره التي احد اقطارها ا بي في النقطه ا. شوف السؤال هو انني نحدد المعادله ديالو، هذا المستقيم نقلب له على المعادله ديالو. داكو دونك هذا خصكم تفككوا الرموز ديال هذا السؤال باش تفهموا شنو غديروا. اذا المطلوب منكم هو انكم تحددوا المعادله ديال هذا المماس. الفكره اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان، المماس للدائره في احد اقطارها كيكون عمودي على قطرها، غيكون عمودي عليها. المماس لاي دائره في احد اقطارها ديك القطر غيكون عمودي على ديك المماس. بمعنى شنو؟ بمعنى ان المستقيم ا بي غيكون عمودي على هذا المستقيم، انا غنسميه مثلا دلتا، هما ما سموهش ولكن انا عطيته سميه سميتو دلتا. اذا دلتا و ا بي غيكونوا متعامدين، هذه من جهه. من جهه ثانيه غادي يكون كيد عندهم نفس النقطة دي، يعني عندهم نقطة تقاطع اللي هي أ. إذا سهل دابا، إذا باش من يكون عندي جوج المستقيمات متعامدين كنقدر نحد، وعندي واحد فيهم، عندي الميل ديال واحد فيهم الميل ديال الآخر، نقدر نستنتجو كيفاش غندير. دونك كنفكركم في القاعدة وغادي تفهموا، اللي مراجع راه يفهمني شنو كنقول، واللي ما مراجعش يشوف معايا. لدينا دلتا هو مماس الدائرة التي أحد أقطارها هو AB، و A كتنتمي للدلتا. يعني ماذا؟ يعني أن هذاك الدلتا غيكون عمودي على AB. غندير نضع شنو؟ غادي نوضع له واحد المعادله مختصره مجهوله، إيكغي كتساوي ام بريم اكس زائد بي بريم، يعني مختلفه على ا بي. وعندي انا الدلتا، باردون ماشي دلتا، ا بي مستقيم ا بي، قبيله خرجنا له المعادله المختصره ديالو ليا. شنو كتساوي؟ هي واحد على ربعة اكس زائد 11 على ربعة، هي واحد على ربعة اكس زائد 11 على ربعة. اذا ملي يكون عندك جوج ديال المستقيمات، واحد معروف وواحد ما معروفش، ولكن قايلين لكم انهم مثلا متعامدين، طب انا ما قالوهاليش هنا، انا استنتجتها وريتكم كيفاش نستنتج انهم متعامدين. مثلا قال لكم انهم متعامدين اولا بحال هذه الحاله، هذا غادي تعرفوا انهم متعامدين. شنو كيكون؟ القاعده كتقول ان جداء الميلين كيساوي ناقص واحد، بمعنى ان ام بريم الا ضربتيها في واحد على 4 كتعطيك ناقص واحد. داكوغ،
دونك بمعنى شنو؟ انا غنخرج هذه المعادله هذه ام بريم مضروبه في 1/4 كتعطيني ناقص 1، حاجه مضروبه في هذه الجهه ديال المعادله كترجع الجهه الاخرى مقسومه، هي ناقص 1/1/4 هي ناقص 4، متفقين؟ اذا دلتا الميل ديالو هو ناقص 4 اكس زائد بي بريم. بقات لنا دابا هاد بي بريم كيفاش غنحددوها؟ قلت لكم دائما بي بريم او لا بي ولا هذيك كتحددوها بنقطه تنتمي، بما ان هذاك الماماس كيدوز من ا، بما ان ا كتنتمي لدلتا، اذا احداثياتها تحقق معادلته، الاحداثيات ديالها هي كتحقق كتحقق لنا المعادله ديال دلتا، داكوغ؟ يعني ا تنتمي الى دلتا، كيعني ان ا كتساوي ناقص 4 في اكس ا. ما غاديش نجي انا نعوض في هذه المجهوله، نعوض في هذه اللي لقيت لها المعامل الموجه، زائد بي بري ايغريك ا شحال هي؟ ايغريك ا هي 4 كتساوي ناقص 4 في اكس ا هي 5 زائد بي بري. كنحل هذه المعادله، 4 ناقص 20 زائد بي بري، اذا بي بري كتساوي هي 4 زائد 20، اذا بي بري هي 24، اتفقنا؟ وبالتالي فإن دلتا هو إيكغيك كيساوي شنو هي؟ إيكغيك كيساوي ناقص هي مع الموجه هو ناقص 4 إكس زائد 24. كنتمنى تكونوا فهمتوا في هاد لا فيديو هادي، المهم جات طويله شويه، ماشي بزاف، ما طويلاش بزاف، مي يعني راه هنايا ثلاثه ديال الدروس تقريبا اللي مشروحين في التمارين. جيسبا انكم تكونوا فهمتوا، حطوا تعاليق ديالكم، كنتمنىكم تكليكيو على جيم باش تشجعوا القناه، وكذلك الا كنتم مهتمين بالرياضيات انا مستعده نخدم معكم رياضيات، ما كنتوش مهتمين انا نخدم معكم رياضيات نكمل معكم فرنسيه، با بروبليم بالنسبه ليا. المهم بون كوراج، يا بيانتو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.